السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في برنامج خمسة لنخلتك. خمسة لنخلتك البرنامج اللي بيساعدك على أنك تحافظ على استثمارك في النخيل وعلى إزاي تختار النخيل وإزاي تتعامل معه عشان تحصل على أكبر عائد. المرات اللي فاتت وصلنا بيها لغاية التسميد وعناصره. المرة دي هنتكلم على المكافحة والمقاومة. تعالوا نشوف التقرير الآتي ونرجع. ايه هي اهم حاجه ممكن تكافحها اثناء زراعه النخيل؟ اهم حاجه اللي هي سوسه النخيل. هي السوسه طبعا هي بتاذي النخله يعني بتعمل مرض للنخله، تخليها مثلا تسقط. السوسه دي بتكبر عباره عن دوده كبيره كده، دوده طويله كبيره كده، بتمسك لمغزى العنق وبتيجي في نص النخله بالظبط وتروح ماسكه في العظم. السوسه دي بيجي لها ايه؟ لها دواء يفحت في قلبها ونضفها لما يجيب السوسة وروح ماسكينها ايه دهنينها من جوه ومنضفينها، وكل فترة 5-6 أيام 10 أيام يعيدوا عليها بالايه بالدواء دي. كان لو بنقطع وندفن في التربة لنا القطع والدفن بيأثر على الفلاح وبيخسر النخلة. النخلة تمنها النهاردة 700-800 جنيه، فبنعالجها بالطرق الحديثة. هذا البرنامج برعاية اهلا وسهلا بيكم. التقرير اللي شفناه بيقول ان احنا معرفتنا بالسوسه ومكافحتها ومقاومتها لسه محتاج تفاصيل اكتر ومعرفه اكتر. الحقيقه المقاومه بتاعه السوسه تبتدي من كفاءه النخله وجودتها وحالتها، وده ارجعكم للحلقات بتاعه الري والتسميد وزراعتها، علشان دي مكونات مهمه في حاله النخله وجودتها وبالتالي قدرتها على المقاومه. لكن بعد كده هنقول ايه؟ عندنا دلوقتي في لكل شجر في افات وفي حشرات وفي فطريات، احنا كلنا عارفين ازاي نتعامل مع الحاجات دي، لكن تركيزنا المره دي هيكون حقيقي على سوسه النخله اللي هي اهم حاجه لازم نراعيها. سوسه النخله بتحتاج في المقاومه ان احنا نعمل عمليات اثناء التقليم. اول ما نقلب فورا في نفس اللحظه بنرش يا اكسكلور نحاس وبعديها بكام يوم كبريت مايكروني او العكس، بس ما نطولش ما نسيبهاش. المكافحه دي مطلوبه نخلص عليها. في كمان رشتين او ثلاثة ممكن يتعملوا اثناء فترة النشاط بتاع السوسة، ودي بتساعد على ان السوسة تبعد عن النخل مش انها تقرب، لكن ما بتمنعوش. اهم حاجة في مكافحة النخلة هي العين اللي بتعدي على الاقل مرة في الشهر على كل نخلة، تراقب وتشوف النخلة في الساق وفي الحتة اللي فوق دي اذا في اي اصابة او بوادر الاصابة، واذا في فعل احنا بنتدخل فورا علشان نقضي عليها وبالتالي بنقدر نحافظ على نخلنا. الأهم من كده في مقاومة السوسة مش بس المقاومة الفردية للمزرعة، هي الحقيقة هي محتاجة مقاومة وتعاون بين الناس اللي في المنطقة اللي حوالين بعض، لأن السوسة لو أنا مشيتها من عندي هتروح عند جاري، جاري هيمشيها من عنده هتيجي عندي، فلازم نتعاون كلنا مع بعض في منطقة واحدة ونستخدم نفس الأسلوب مع بعض علشان نطردها من المنطقة بتاعتنا خالص، وبالتالي نقدر إن احنا نقضي على السوسة. بالنسبة للفطريات لازم نكون حريصين جدا في المواد المستخدمة، في مواد فعالة وفي مواد مش فعالة، وفي مواد فعالة مع بعض الأشجار أو النباتات وفي مواد فعالة مع النخل. لازم نختار الحاجات اللي تفيد النخل أكتر عشان نحصل على أعلى تأثير بالكميات المناسبة، وبالتالي نكون محافظين على النخل بتاعنا بصفة عامة. الحشرات زيها زي السوسة عايزة متابعة، وأول ما نلاقيها نتدخل فورا. والحاجة الأخيرة هنتكلم عليها النهاردة بالنسبة للمكافحة والمقاومة هي المصايد، والمصايد سلاح ذو حدين. يستخدم المصايد عشان ألم كل السوسة اللي في الجيران أجيبها عندي، يستخدم المصايد بطريقة تانية عشان أقضي بيها على السوسة. والطريقة دي هي بتقول إن أنا ما أجيبش مصيادة أو اتنين وأحطهم كده عشان بس يقولوا لي، لا ده أنا لازم أحط شبكة من المصايد بتوصل لكل 30 متر أو 50 متر مصايد، بحيث إن أول ما تقرب تروح المصيادة ما تروحش النخل. مكلفة شوية لكن ليها، لكن فعالة. وده بالتالي بيوصلنا في آخر كلامنا علشان نشوف الفاصل الجاي ونرجع بعد كده نسمع النصيحة. هذا البرنامج برعاية دلوقتي هنتكلم على النصيحة. أهم نصيحة في موضوع المكافحة والمقاومة للسوسة بالذات هي العين والرؤية بالعين والمتابعة بالعين لكل نخلة على الأقل مرة في الشهر، وأول ما نشوف أي أثار من أثار السوسة بين على النخلة التدخل الفوري علشان القضاء على السوسة.
وكمالة النصيحة دي إن مكافحة السوسة مش كفاية على حجم مزرعة لوحدها، لازم تتعامل على المزارع اللي حواليها إلى حد المنطقة كلها. فياريت نتعاون مع بعض ونوجد طريقة لأنها فايدة للناس كلها علشان نقدر نقضي عليها. إن شاء الله الحلقتين اللي جايين هنتكلم على عمليات رأس النخلة، دي فيهم كلام كتير وحاجات كويسة جدا لازم نعرف نتعلم عليها، فإن شاء الله نشوفكم على خير المرة الجاية.